صباح أنوار، خريج جامعة بغداد. حضرت بسنة 1978 وقدمت في وزارة الصحة، وفتحنا في بداية في منطقة الشارقة، وكنا من أول طبيبات أسنان للنساء في الشارقة. والله يعني حقيقة من جميع العلاجات، بس يعني من حشوات وتجميلي وتركيبات، كمان موستلي بالنسبة لجراحة الأسنان العقل مختصين فيها بشكل جيد. يعني حقيقة بلشنا من الصفر من البداية، وكان في دعم قوي الحمد لله من الإمارات وتسهيلات حلوة وبسيطة وسريعة، ففتحت العيادة وانطلقنا بلشنا شوي شوي الحمد لله انشهرت العيادة وانشهر، وطبعا بفضل من الله وفضل من اللي حوالينا والإمارات حققنا هذا النجاح الحمد لله. والله حقيقة هو يعني تعاملنا مع المواجهين بصدق وشفافية، ويعني وكمان الخبرة الطويلة هي ساعدتنا إنه يعني ساعدت إنه نشير أكثر. يعني إن شاء الله متأمل نفتحه كمركز ونجيب عدة أطباء وطبيبات إن شاء الله، بنشجع خريجين وخريجات الجداد، وبنفس الوقت يعني بنساعدهم إنه يأخذوا خبرة إن شاء الله. هي السبب الرئيسي لاستمرارية وجودنا في هذا البلد، أنه وفروا لنا كافة المساعدات والدعم المعنوي والأمن، والحقيقة الدولة آمنة جدا جدا، وهذا سبب بقائنا في هالفترة الطويلة. والله أنا بشكر جميع حكام دولة الإمارات على دعمهم المستمر والدائم لجميع الكفاءات، وإحنا بالذات يعني اللي
جينا وبعدنا صغار، ف يعني احتوونا الحمد لله ودعمونا حتى نوصل لهذا المركز. فبتغير يعني بتوجه بكل شكر وتقدير لهم جميع الحكام. هاي رسالة الشكر بوجهها لأخي العزيز والغالي خالد أنور بأبو ظبي، هو كان أكبر داعم إلي بهذه المسيرة الحقيقة. بعد الله الحمد لله وبعد دعم الإمارات حقيقة كان كتير سبورت فور مي. احنا في منطقة الشويهين رولا شارع العروبة، في نفس شارع العروبة.